فيسبوك كان اناس الفلان اعطاك فرصه جديده، فرصه انك تحكي وقت ما تحب فين ما تحب ولاصحاب العالم كله. وهذه هي مش لاني راها انه we all want to be famous, we all want to be in the spotlight, we all want that that fame تاع yes I'm a content creator حتى لو ما عندي مناحي. وهنا راه فيهم كل في السوشيال ميديا معناتها اللي تلقاها انستغرامرز ولا انستغرامر ما فهمش حتى اذان في الكونتنت تاعهم اللي توكس مي شير كونتنت. ميرسي ياسر. فماش مدير اخرى صغيره 30 سكوند الادكشن معنى السوشيال ميديا معلش اذا كان البوان تاعك ما كانتش واضحه بالنسبه لي ما اقتنعتش برشا الحق على خاطر فور اكزامبل كي حاولت اني نحي فيسبوك مثلا حاولت قعدت 3 ايام 4 ايام ديسك بعد 3 ايام هذوك نحل تليفوني نمشي ديريكت لابليكاسيون بلاصه لابليكاسيون نعرفها ديجا معنى صبعي ديريكت يمشي لابليكاسيون هذيك وقت اللي هي ديزانستالي بالرسمي ان سيرتان مومون سي بون اقتنعت يعني ما نجمش نحيه جوست بار نحكي كيف دخل اقتنعت يعني ما نجمش نحيه مي 30 سكوند 37 اقتنعت يعني ما نجمش نحيه جوست نحيت الكونتنت اللي بالرسمي حاسه يقلقني بار كونتر في الدخان كي حبيت نبطل ورجعت له جوست 3 ايام الاولى قعدت الفاز هذيك مش نفس من لمشي بعدك على داخله حبيت نقول جست وجهه نظر ما تشوفوش الادكشن كلمه الادكشن المجتمع المفروض بغض عن هاي معناها كاين حاجه معلش صحيح اما تقول لعقلك ادكتد معناها كاين سبيل كاينك رجعت باغ كونتر انا نشوفها حاجه معناها عاديه والناس الكل عندها ادكشن لحاجه معينه معناها مهما انا معاك جوست كضر روحك وضر غيرك فهمت لاديكسيون كضر روحك وضر غيرك في اي كومبورتمون انك توصل تضر روحك في اللي بزوا بالك ويتفضل جوست جوست شنو حاجه ما نقولش رايك ما نقولش رايك هذيك قاعده ليا ماشي حاجه حبيت نأيد الفكره نتاعك انك انت عندك الحق كي تقول كنا كيما قالت المسؤول كنا في الاخر كنا عندنا دي كونت وكنا ادكسيون هذا تقوم الصباح بركه انك انت الصباح مخك باش يستيموليك باش تمشي تحل اما الادكسيون اللي هي باش تضر روحك يعني تعمل مضر روحك تعمل كيما قلنا واحد ضرب روحه ولا ما عادش ياكل لي بزوان بريمي نتاعو ما عادش يرقد وقتها نقول لك معناتها هوني يولي مضر ما عادش حاجه عاديه كذا بورتو الادكسيون سي تيرم كلينيك كان فما دي بروبليم في ديفينيسيون باش نلقاو فيهم حل ابخي تو عندنا بليزيور ديفينيسيون و كيف ما قال سي عبد الكريم سي تام كلينيك دونك ماهيش حكايه خايبه مي ايش نشوفوا شنو هو لي زامبليكاسيون تاع سيت اديكسيون لا دونك مدام طلبت الكلمه يا اخي عندنا ياسر في الانتيليجونس ايموسيونيل هو نورمالمون كونسيبت جديد اللي فما الانتيليجونس ارتيفيسيال الانتيليجونس ايموسيونيل هو لا بريز دو كونسيونس Par exemple, monsieur قال انا كي نحي تاخذ لا ديسيزيون جو الاخر قال الانسان مدني بطبعه في الانتيليجونس ايموشنيل الانسان مستحق باش يكون عنده لا كونسيونس دو سوا يعني انا عارفه روحي اني انا نعدي 12 ساعه في الفيسبوك
Je pose la question, c'est ça la conscience. Je pose la question, est-ce que c'est ça qui m'a dit? Est-ce que c'est ça qui m'a dit? Est-ce que c'est ça qui m'a dit? Surtout les besoins primaires, je cherche toujours les besoins primaires. Je cherche toujours les besoins primaires. Je cherche toujours les besoins primaires. يعني كذا حاجات مهمة إني أنا زدت في صحة جيدة. La conscience de soi تخليك زدت تعترف وتفهم الإيموشن تاعك غير. خاطر أنا نجم تو نحل فيسبوك نلقى حاجة تبكيني أما أنا مانيش ما نستحقش باش نبكي في اللحظة هذي. علاش لازمني نبكي؟ علاش لازمني نحزن في اللحظة هذيك؟ La conscience de soi par rapport les émotions, par rapport les idées تاعي. أنا مثلا جي بخي لا ديسيسيون إني أنا الحاجة هذيك نحبها. علاش كل يوم بار لا ريبيتيسيون نتفرج على حاجة أخرى اللي هي عكس الفكرة نتاعي تنجم تغير لي كومبورتمون امبليسيتمون ونلقى روحي ماشي في أورينتاسيون أخرى مي جو سوي با كونسيونت. يعني في الأخر لا بيرسوناليتي اللي تحب تكون إكيليبغي وما تدخلش في الأديكسيون هي لا بيرسوناليتي كونسيونت اللي هي من بعد كرياتيف معناتها كونسيونت خاطر عارفة شنو تعمل شنو ما تعملش من الحاجة اللي اختارتها باش تقعد فيها خرجت منها كرياتيفيتي. نعطيكم اكزومبل انا جاتني في جن في في عامي قبل ما نتخرج معناتها 2010 2009 عديت برشا نعمل في دي ريشيرش بسيكولوجيك ادكتد ريالمون البرشا يعمل كيفاش لي كابيني نتاعهم ادكسيون ريال درجة اللي انا وليت نحس في روحي ما عادش عايشة مع التوانسة ما نحس التوانسة شبيهم ما كاينش بيهم يتصرفوا. Alors, عملت اوتو انتروسبكسيون عملت اوتو اناليز روحي نلقى روحي كي دخلت في الاسبري اخر اللي هو مختلف على على الجينيراسيون تاعي على البوبولاسيون تاعي وقتها بقى جات الثوره زادت حاجه اخرى لقيت روحي بعدت على الواقع قاعده نحب نعمل عالم معناتها سي با سا لازمني نخرج برا دوخ كاين العالم هذا نلقى روحي ما نحبش نحب نخدم بلادي جاتني التخرج نتاعي عام 2011 قلت لي انا الوغ وقتها حبيت نقول لكم كيفاش لا بريس دو كونسيونس خديت هيك الحاجه اللي خدتها من الكول وقلت دونك باش نمشي نسيبها ونخليهم اون بوز ونخلي نعيش في الرياليتي وقعدت نمشي نطلع في التران نطلع في البوس نطلع مع العباد اللي انواع مشكل ونقعد نحكي مع الزوين ولا نحكي مع الكبار نحكي مع الصغار وعملت بعد هيك كومبينيزون ما بين اللي هيك العام هذاك اللي قعدت نقرا فيه على الاخر وما بين عام الاخر اللي عملته الكل تونس كلها مشيت درت بلادي عملت لي روندوني معناتها من حاجه عملتها عكس حتى بعد بعد خيط الكونسيونس جو فوا موا انا نعمل في اوتو اناليز الروح هذيك هي اللي ديبلونشي لو شوا اني نعمل كابيني وعملت كابيني نتاعي على حسب الديكور اللي ريت وعملت اللي انا عملت الغشيخ معناتها حبيت نوريكم قداش فما الاديكسيون يعني ديجا انا نحس روحي اديكت ريالمون هنايا في اللحظه هذه اما لا بريس دو كونسيونس هو كيفاش تكون كرياتيف في الواقع تهزك العالم هذاك اللي ترا فيه اما تعيش به في الواقع على خاطر علاش خاطر بعد لا كونسيونس دو سوا اخر حاجه سي لو بيزوان دو لوتر سي لانتيراكسيون افيك لوتر ليك لوتر زي سي با لوتر فيرتوييل. ميرسي مدام ياسر هو جوست في الـ في الادكشن جوست نقول اللي هو بيهيفيرال ادكشن السوشيال ميديا وعلى سؤالك اللي قلت حبيت يقويت السوشيال ميديا نحن أضعف من أنا نبعد عن السوشيال ميديا خاطر السوشيال ميديا والفيسبوك خاصة it was designed من دي بسيكولوج باش يخليوك هوكت عليه أعطيك حاجة صغيرة ينجم يعملها مثلا وقت اللي انت تلقاك هابط هكا في الفيديو بتاعك وفي نوت اللي انت بديت تهبط بشوي بشوي وقتها هما يعرفوا اللي انت باش تخرج من الاب دونك هما وقتها اذا عندهم يطلعوا لك من في الفيديو بتاعك الكونتنت اللي they know تقول interview with your feelings معناته كونتنت شرشي مهتمين يوريك فيديو متاع غزل فما قتله ولا فيديو متاع طفل صغير قاعد يبكي ولا يخليك you interact with your feelings باش يخليك اكثر وقت في الفيها ولا فاز اخرى يعملها تويتر مثلا تويتر من لول كي تحل البلاتفورم يقعد 30 ولا 3 ثواني باش النوتيفيكيشن بيطلعوا 3 ثواني يجبرك انك تبدا هابط في الفيد باش من بعد تطلع لك نوتيفيكيشن مثلا تقول في تويتر انا جوست باش نعمل نطلع على النوتيفيكيشن ما هي وقتك زوج ثواني هذوك باش يخليك تهبط ثم دي تكنيك عاملينهم دي السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي يخليوك ادكتد ليها حتى لو انت تحب تنحيهم حتى لي باج تاعكم لي فان تاعكم الموسيقى اللي تحبوها ديما تلقى لاكوي تاعك صعب حاجه انت كنت تحكي عليها وتخمم فيها حتى قدام وهذا علاش زاد انا ما نحبش نلوم العباد اللي يقولوا أما ديكتد ولا نمشيو في الطرح متاع
لوموا العبيد خاطرهم ادكتد. ذيس ابس معناتها they made amazing research باش يخليوا العبيد اكثر وقت فيها. الحاجه اللي انا مستغرب منها انه مثلا كريم قال نعدي في 6 سوايع على فيسبوك. من الحاجه اللي نتوا شوكت منها هو نظام التعليم كيفاش نحن نعدي في 6 سوايع في مع تليفون، كيف ما علمنا حد كيفاش نستعملوا بطريقه صحيه، كيفاش معلمك حد كيفاش ما تحطش معلوماتك تليفونك ولا فين تسكن ولا معلوماتك اللي نجم عبد اخر يستعملها باش يعملك فيك اكاونت. وهنا نرى فيهم كل نهار نهارين يطلع لك ستوري نتاع صاحبك، واحد عمل لي فيك بروفايل بليز سينياليوه. معناتها it's so fucking easy انك توا تعمل شخص تعمل بروفيل نتاع اي عبد وتقتبس الشخصيه نتاعه وتلعب له بحيطه كامله 180 درجه. حتى لعلمنا كيفاش تستعمل السوشيال ميديا. انا من رايي انه مش من رايي this should be مادة تتعلم في المكتب الكل. السوشيال ميديا انت تعدي فيها 6 سوايع ما يصيرش تتعلم. تعلم السكيورتي سايد فيها، تعلم البرايفسي، تعلم what you should share what you shouldn't share، تعلم الفيك نيوز، تعلم كيفاش تلوج السورسز نتاعك. معناتها نراها انا من تعود نقعد نلوموا العباد، نلوموا السيستم اللي ما علمش العباد خاصة. يعطيك الصحة ياسر. الو شكون فيكم يحب ياخذ الباهول؟ مدام خطبت مقلب مابي فخطر خطر انا نسمع بتتخ منيش قد يعني حاول باللي غشيخش واللي قالوا المسيو شنو ما يعمل حتى اللي بسيكولوج في اللي غشيخش من انا خطر عندي عبيد غير قاعدين يحكيه وقاعدة نتذكر في عبيدش قاعدة تحكي العبيد مثلا يوني ماج متاع جو ما عندوش كونفيانس جروب كي من هكية ما خطر انتوكم من جمش يقعد معاكم ما عندوش ما ينجمش يحكي معاكم ما عندوش لا كونفيونس باش يكون موجود الى اكزيست فيزيكمون ولا سيكولوجيكمون شبي يضحكوا عليا غزروا لي كي غزر هكايا هو دو بيرسوناليتي هكا علاش لي زونتيسيدون اون سي با الشخص هذا ما لقاش حظه في وسطكم انتم ما قبلتوهاش بيجي بتروحوا منفوخه غزرتوا له غزره نتاع مثلا نسبيين غزرتوا له مش مزيان غزرتوا له هو زويلي ماهوش لابس مليح اون سي با شنو هي صار وقتها غزرت الروح وغزرتكم دي وغزرتوا هو الروح كيفاش انت غزرتكم انتم لي هذيك كلها مع بعض مرتبطه روح للدار يلقى شكون يقول له محليك اه تو دو بليزير اي لا كونفيونس اي لاستيم دو سوا تطلع فين هذايا في الرياليتي ان اكزيست با نولي هذا محليك هذا راشو صحيح ولا غلط سي با غراف امي بويا يخدموا حتى حد مالي بيا ما نعرفش حتى روحي اسكو بالحق لان بها اما واحد قال لي بيا سي بون كبش في الشخص هذيك هذيك هو اللي حاجتني هذيك هو اللي باش تطلع لي الادرينالين والسيتوسين اللي هو المونيت نتاع السعاده والثقه وال 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 ونلقى العالم نتاعي هذيك هو اللي فيه ليماج نتاعي تظهر بتاتر ينجم يكون كرياتيف ويخرج فكره وينجم يكون مش كرياتيف ويخلق لاديكسيون على خاطر في الرياليتي بعد ماهوش يولي عنده انديكاب سوسيال الكلام نتاعنا انتي سوسيال فوبي سوسيال بعد يولي فما دياغنوستيك اخر بارابور لا بيرسوناليتي هذه اللي تولي مش اديكسيون باش تولي فما تروب دو بيرسوناليتي اخرى. ميرسي. انا عندي ديكا تاع ناس اللي تضروا من الاديكسيون تاع فيسبوك تاع ناس بس عليهم على الاخر على الاخر كانوا نصروا ارش ملياردير من ادس حطيتهم في فيسبوك ادس وثم ناس مسكن تضروا كومبليتمون من فيسبوك كاريمو. الوغ نحكيو على الحيل الطاري جافوني في التيرم نحن توا عندنا دي كون بروفيل سونتيفيك كلها نحكيو توا على الشعب. كلمتني الطفله قالت عندي ديجيتال من بس معينه تبكي. الوغ حسب رايك علاش تبكي؟ الطفله هذه نصحتها مليون مره برشا حاجات مره صحيح وبعض الحاجات اللي قالت لي صحيح. تعرف علاش تبكي ولا؟ قالت لي انا هي الطفله هذه ولات تقرا ترزيم سيكل في دونزين كروند إيكول تونيزيان ريبيتي. قال باش تعمل ريشيرش بالجوجل على أوفير لاباج على جوجل تعمل ريشيرش أنا غير كومبخي ولا تبكي لخاطر ألا باسي سا في سو فيسبوك ما عندها حتى سكيل لا تبعث إيميل لا تعمل ريشيرش لا حتى شيء. لا سول شوز كان سي فير دون سا في سي تحل فيسبوك تعمل ستيف ولا تعمل دي لايك هكا هو خاطرها أديكتد. هذه كا كارير في مطور منه برشا في تونس. لا بروف شكون فيكم بعث قبل سي في بو ان ستاج ولا خدمه ولا حاجه؟ شكون فيكم بعث؟ برشا ولا تعمل سي جي كذا الوغ اذا انكدوت
على خاطر مالوغوزمون في لي فاك هذه حاجه تعرفها مليح في لي كونت فاك تونس مشروع تاع لي فاك حتى البريفي لي بروفيسور الانتيراجي ينفو لو كور مالوغوزمون يونيكمون سو فيسبوك بعد 4 سنين 5 سنين تخرج الطالب يطلع تسمعني في الكلمه اونديكابي السيد شبع في ميل بور سون سي في باعه في ميل من غير سوجي اسم السي في دوك ان بوان دوكس الاخرى باعت الميل نتاعها هي اسمها كاتوسا كاتوس خليها قالت انه جامي يوتيليزي سوسيالمون ولا بروفيسيونمون انه جامي اي بوزون باش يبعث ميل وتحط سيتيسيون تحط لو جور و الى تي مي سو لو تيست فشل خاطر ايزون باسي لور في سو فيسبوك لور سامدي لور دي دونج في الاخر تاع المعاق كان جاي تبع حاجات باهيه كان جاي تشوف على اليوتيوب تيتو والحاجه صافا الكاه الاخرى ان غروند شيرشور عالميه في تونس هنا تعمل في الريشيرش قالت والله عندي 3 4 بوان جو تو دي دو ريشيرش على الستارت اب جو ريان تروفي د انتريسون تي يا جوجلي سا بيان اش معنى جوجلي لا دام انا باسي 3 4 موا ا فير دو لا ريشيرش سو فيسبوك بور ان سوجي اكاديميك وصلنا ان كا او كما قال هذا كنا قري العباد وسا جي بارليس افيك سا حكينا كل عام قبل نبدا البروجي مع خالد قبع اللي هو اكس بوليسي مانجر مينا تاع جوجل وبعد تو ولا مينا بوليسي مانجر تاع مينا في مينا الحصيل وصلنا نخمو سيريوزمون باش نعاودو لانسيو دي كور غراتوي اون ليني ولا حتى بريزونسيال بور لي جون باش تعلمو الفون دو لا ريشيرش يغيديش دي زيميل هكا هو معناها مضرة كبيرة ناسيونال سيغيل روج اليوم اللي علم اللي وشكلت البطالة في تونس اليوم جو دي اون شيفر اللي اون غران بارتي اللي دو اللي العباد نصاب با ني فير دا ريشيرش ني اونفوي ان سي في ني فير انتروتيان نو سون بون كو فير بور فير دي لايك او دي كومونتير لا كون ميرسي Merci beaucoup, c'est un peu. Donc, si on a des interventions, on fait la même jet public. 30 secondes. Tâche ta soirée. Ok. حسيت فما كوتي اللي ما حكيتوش عليها التكنيك اللي المدام وسي مشات حكيتو كيفاش هاو فيسبوك suggests a lot of things that you were expecting انا كنت نعرفش انا تلوج على حاجه جديده في الدار ولا حاجه ان اوتوماتيكلي من غدوه ريث في فيسبوك ولا حاجه ما حكي حتى واحد على الكوتي كنا تويكا احنا في السيرموني نحكي على المشين ليرنينج وبيج داتا وهاو هاو فيسبوك جاذرد ا لوت اوف داتا اند ات كان مانيبيوليت تو سجست ثينجز قلت ذات سايكولوجيست وي وركين اون فيسبوك وهما يعرفوا كيف شنو انت تخمم وكيفاش يحبوك ادكتد ما صارش انترفونسيون على كيفاش الداتا نتاعك الكل واي باش تدخلها واي كان فما كومباني شريتها فيسبوك دونك الداتا نتاعهم هما موجوده عندهم وذا كان مانيبوليت those things to suggest الحاجات هذوك وما مش معناها مارك زكربرج هو شيطان يحب يشارك في كعبه ميرسي جوست كان صبرت لك حاجات كما يقولوا المثل هذا سيتي جوست معناها لا كيستيون دافري اللي حبينا نعملوا بون سهلت لي على الاخر وفي خد قط عندي 3 4 دقائق نخمم كيفاش نعمل ترانزيسيون سموث دونك ميرسي بوكو ان فيت لوتر فولي اللي هو لا اللي هو موجود الناس ما بيهيس تو اللي هو برايفت انفورميشن اور انفورميشن ولا ذير انفورميشن وفينال هوز انفورميشن على خاطر نحن قاعدين دوب ما عملنا كونت فيسبوك حطينا اكسبت كونتاكت جو سي كوا وما حد مقرا Donc, est-ce que, Houni, la question qui se pose, ces informations, est-ce que m'tiana ou l'amtiakhom, sinon, qu'adèche andom l'haqfaire, qu'adèche andom l'haqfaire, ou j'koun n'est-ce-t'amala ou kifèche n'est-ce-t'amala, surtout? N'est-ce-t'amala ou social media, puisque, et après, à un certain niveau plus haut d'abstraction, je n'est-ce-t'amala certainement à l'internet ou le web.
دونك نحاولوا نقصر شويه في لي انترفونسيون بيسكو خدونا كان 15 مينوت دونك 2 مينوت كل واحد و وي تراي تو كيپ ذا تايم سي اس على اور انفورميشن المشكله اللي السوشيال ميديا راهي ما عندهاش حتى 10 سنين ولا 15 سنه يعمل لي اد بوينت دونك التكنولوجي قاعده ماشيه بطريقه ايفولفين اكسبوننشال واللوز نتاعنا والبوليسي والدول كيفاش تتعامل مع التكنولوجيا عامه ماشي هكا معناتها شفتوا كيفاش جابوا اليو اس كونغرس جابوا مارك زوكربيرغ والاسئله التافهه اللي يسالوا فيها البوليسي ميكرز they don't understand these technologies وجماعه السيليكون فالي قالوا روحهم they have super power so في العوام هذوما اللي البوليسي ميكرز مازالوا مؤخرين they're trying to make everything باش الباور تقعد عندهم وحتى لو صارت قوانين يقعدوا انسيف بليس احكي لي على تيك توك فيسبوك مثلا تيك توك والحرب كيفاش اوراكل شريت الباس دوني بتاع الامريكان خاطر تيك توك صينيه معناتها في الاخر ثم حرب بين الدول على بيز على يور انفورميشن شكون عنده الانفورميشن هذه مثلا نحكيوا على باز باز زاد بالحاجه نعرفوا تعرفوها باز الابلكيشن العربي اللي قاعد نخدم معها زي باز زاد ابلكيشن خليجيه خلينا نقولوا الاردن وقطر وكل شيء they have their plans also to control data about their citizens حاليا the next war is about data وماي رايي انا ان لازم تتعمل كيما عندنا اليوان كيما عندنا البيس الناتو وكل شيء لازم تتعمل بالكونغري انترناسيونال اللي هو يتحكم في الانفورماسيون بتاع بتاع بيس بيج كومبانيز مايكروسوفت فيسبوك امازون وانتي طالع على خاطر كان شقد وما يتحكموا عند companies the companies they will not regulate themselves unless some push back من عند ال lawmakers كما قلت لك ال lawmakers مخين برشا دونك لازم يتعملها الكونغرس هذا اللي يتحكم في المعلومات بتاع العباد الكل ناش كان عندك فكره حتى على company اسمها clear ai clear ai هذه company من الصين عملوا scripting ل all photos الموجودين في فيسبوك معناتها اكثر من ملايين تصور بتاع العباد الكل حطوهم في database و they linked them together والاب شو تعمل هذه الاب موجوده تتبيع يجيك انت في الشارع كاين تصويرة ببليك على الفيسبوك حتى لو انت تصويرك تصورنا كل ببليك على الفيسبوك باي ذا واي يجي ياخذ لك تصويرك يشوفك في الداتا بيس ولاي ذي لينك يور بيكتشرز اللي في ستريت للداتا بيس نتاع فيسبوك يجي يعرف اسمك وشنو تحب وكل شيء جست بالتصويره نتاعك في الشارع كومبانيز كيما كلير اي اي وتيك توك وأول ذيس كومبانيز قاعدين توا حاليا في العشر سنين الجايين والحاجات هذو يستغلوا في الفراغ القانوني اللي موجود هذاك علاش اكسبكت مور شيت تو هابن كان ما يسيرش هالكونغري انترناسيونال تاع الفرنش ميرسي ياسر بون سي فو بيرميتي مشكل قول لي قول لي ما نحبش نخص هذيك في وصف فكره ولا قبل ما تعطي كونكلوزيون خاطر فينال كونكلوزيون تاعك هي باش نبنيو عليها نحن من بعد دونك انا نحب مالوغوزمون كمودياتور ما نجمش اي جوين ذا ديبيت اما مي نحب جوست ان بوان دانفورماسيون سي فو بيرميتي معناها اون فا اتر ان بو ديموكراتيك هون انتم تقولوا لي واش انا نقول لكم Merci beaucoup. Le point d'information est est-ce que réellement les big companies هما اللي يتحكموا في الداتا نتاعنا والا نحن اللي عطيناهم وقلنا لها تصرفوا فيها. هذا في النهايه انا اللي ندخل اسمي وانا اللي ندخل لقبي ونور التليفون والميل. Do I need that؟ خذ مداخله كام؟ فسرت الحكايه سور ان سكيل بتي على الاخر على الاخر. شكون فيكم ما عندوش سي في سور ان سيت امبلوا سيت امبلوا سيت امبلوا سيت امبلوا في تونس في هنا في هنا في نهجة لو سيت الفوتراك الى فودوني اول حاجه اللي يا سيغمون ان كونتراكت هل كونت لا ديك كونتراكت قلو اوكي ما تخرجوش انا واش فيه اي تتراك تفصلنا بعض سي منصرح كذي كي تمشي على الباج نتاع الوحده ولا على الكمبيوتر يتراك تمشي من الكمبيوتر للسيت تتراك سو ميم سيت لا هذا سيت هذا الصغير اللي فيه 4 امبلويي يبيع الكومباني ايميلينغ ا 450 دينار غراس ا فودوني هذا سكيل صغير تاع شركه صغيره في تونس وهنا اكوتي افيك بزنس موديل صغير دونك ايماجيني ايماجيني سكيل تاع حاجه كبيره على الاخر بيكوز It's not about data, it's about money. Money makes the world go around. Money يبدل lawmakers. Money هو اللي يحكم في الداتا. Your data
كما تعرفوا الداتا از ذا نيو اويل، معناها ستون غير تحلت، وكما الغير نتاع الاويل اويل غاز تحلت بالسبعينات ماهيش تسكر، واللو ميكرز دي كانت دو ماتش اباوت ات. انا كنا سي لوت كما قال ياسر، اقول لك كوت شيت كامينغ دونك فوالا جيسبر كو سيتي بيان اكسبليكي. Merci beaucoup. Alors, donc, yes. Est-ce que should we blame each ourselves على أن ما نقرأوش الليستة طويلة والعريضة اللي كم تعلم الواحد؟ No. أنا من رأيي no. على خاطر they could make it easier and readable and more visual للعباد باش تنجم مثلا they could make pictures تنزل next to understand your rights or شنو لازم شنو لازم. أما these companies they make it بالعاني طويلة والكتيبة صغيرة على الأخر باش العباد تبدأ تمشي next وتعدي. ديجا they معناتها ثم الكوكيز مثلا first اللي you should accept cookies yes or no. حتى موزايك توصيل موزايك ولا يعملها الخصوصية هذاك كان مش القوانين بدلت شيء هذاك راهم ياخذوا الكوكيز نتاعك ما غير حتى معناتها الانسنت نتاعك. ثم حاجة أخرى أنه ديس الكومبانيز هذم راهم we should blame ourselves. كيف تشوف ثم ترين تهابت قاعد يتعاود تكرارهم ومرارهم بين مليارات من العبيد راهو دون ما تلومش مليارات من العبيد لوم الكومبانيز هذم خاطر for me they're acting like a devil and their only incentive is money. ديجا هذاك هي المشكلة الكبيرة. Merci Yasser. Alors, Montassar. علي قالوا طريق ياسر البيك كومبانيز هذوما بالحق مش مهتمين بالبريفاسي نتاعنا، مي راهو مش عندهم بالوحده بالوحده ابل اللي عندها الايفون الماك وكل شيء، شكون يعرف الاي او اس 14.5 شنو الحاجه اللي زادت فيه؟ اذا كان حد عنده ايفون ميزاجور الاخرانيه الاي او اس فيرسيون 14.5 الاخرانيه بالكل ما عندهاش ثلاث شهور، شكون اللي تزاد فيها؟ باهي الحكايه هذيا بالنسبه لابل كيما نقولوا احنا فيلوسوفي نتاع الشركه، بالنسبه لستيف جوبز الحاجه اللي خلاها بعد ما مات في ابل هي الفيلوسوفي نتاع هو كيفاش الشركه زعما تخدم واللي قاعد يكمل فيها تو اللي بعد من تيم كوك. باهي بالنسبه لابل في الاي او اس 14.5 كي تفسخ الابليكاسيون نتاع فيسبوك وتعاود تصبها مره اخرى يقول لك would you like to be tracked or not، انت تعطي البرميشن باش الفيسبوك يتركي يعمل لك تراكينج ولا لا، حتى لو كان ما فسختهاش وعاود صبيتها راه باش يحطها ناو اوتوماتيكلي، وانت لازم تدخل في السيتنجز وتبدلها اون. تو في عندك ايفون في اي او اس 14.5 فما فوق راهو ما ثم حتى حد نجم يعمل لك تراكينج، ما نجم حتى حد يعرفك وين دخلت شنو شفت شنو عملت. تو مشكلة كبيرة بالنسبة للناس اللي تعمل في الادز في العالم كامل، معناها في الادز انا مانيش نحكيو فيسبوك اكاو حتى الادز في جوجل، معناها في الادز ثم حاجة اللي هي الحاجة الأقوى في الادز مش اني نظهر لك بيوب نتاع البرودوي نتاعي، أقوى حاجة في الادز هي الريتارجتينغ. شنو هي الريتارجتينغ؟ إنه أنت شفت حاجة باغ إكزومبل دخلت جوميا شفت برودوي باش تشريه، بعد ما تخرج من السيت تاع جوميا تعاود تدخل مرة أخرى لفيسبوك تلقى الميم برودوي اللي شفتهم باش تلقى الاد نتاعهم، ماكش باش تلقى أنت مثلا شفت ما نعرفش أنا برودوي ا باش تلقى البيوب نتاع البرودوي بي، لا باش تلقى نفس البرودوي اللي شفته نفس الباج اللي دخلت لها شفت برودوي واحد يطلع لك ايماج واحده، شفت حتى اربعه يطلعوا بكات برودوي قدامك في الفيسبوك في الادز، هذاك يتسمى الريتارجتنج. الريتارجتنج اللي كنت وقت نشوف حاجه في السيت نتاعي انا نعاود نقعد انا نتبع فيك وبعد نعمل لك ريتارجتنج تمشي في الفيسبوك ولا حتى تحل مثلا جوجل اذا كان باش تعمل كومباني جوجل ادز، اما الاغلبيه بيكون يخدموا في الادز في الفيسبوك. بي لهنا البيك كومبانيز كيما الابل ولا تخمم في البريفاسي نتاعك، ثم بيوب الاخرانيه بالكل اللي عملتها الابل على الفازه هذيك، واحد دخل ريستوران يا اخي واحد بجنبه قال راه اسمه كذا يا اخو الماكدونالدز اسمه الهامبرجر نتاعو يحبوا كذا، كي طلع في التاكسي قال راهي الادريس نتاع الدار وكذا، معناها يعرفوا عليه كل شيء. الاد هذه شفت موجوده الاد الاخرانيه نتاع الابل. أبار هذايا كان حكاية على اللو ميكرز، اللو ميكرز في أمريكا ما نجموش نحكيو عليه، خاطر اللو ميكرز في أمريكا ما يطلع الكونغرس كان بالدعم نتاع الشركات هذيا، مستحيل باش نشوفوا قوانين في أمريكا ضد الشركات الكبيرة اللي هي تمول في الأحزاب غالبا في الناس اللي دخلت. عندنا في فرنسا شنو عندنا؟ شكون يعرف الجي دي بي إف؟ جي دي بي إف
بجي دي بي ار هذه ريجلومون جديد تعمل في فرنسا فيما يخص التراكينغ والكوكيز. تو بالنسبه لفرنسا في فرنسا تو ممنوع اني انا نبعث لك ميل تاع بوب وانت ما عطيتنيش الادريس ميل نتاعك في السيت نتاعي. اش معناها في السيت نتاعي؟ معناها اذا كان انت دخلت السيت نتاعو هو حطيت الميل هو عنده المارك ا وهو من بعد باع لي الميل اللي انا مش انا نبعث لك البرودوي بي نتاعي نجم تشكي بيا وبعد هما يعرفوا انا من خذيت الميل ويخطيوا. هذه جي دي بي ار هذا الريجلمون هذا موجود في اليونيون اوروبيان الكل.